بداية سخنة جدا جدا لأنه معايا مداخلة في منتهى الأهمية. أنا معايا على التليفون سيادة النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري المصري. برحب بيك يا سيادة النائب، أهلا وسهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك. بالخير يا كابتن إبراهيم، ورمضان كريم على حضرتك وعلى كل المشاهدين. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وخليني في البداية أسألك بقى كده، رأيك إيه فيما وصلت إليه الأمور من احتدام المنافسة في بطولة الدوري، رؤيتك وأنت رئيسا لرابطة الأندية؟ والله ببقى سعيد جدا وإن يكون في منافسة عالية، وكل ما الفرق بتعمل نتائج وتكون نتائجها قريبة من بعض، ده أكيد في مصلحة المسابقة، مصلحة الأندية. ونتمنى ان شاء الله يعني بعد ما فتره التوقفات الكتيره اللي عدينا بيها نتيجه البطولات والاجندات الدوليه، يبقى الفتره الجايه منافسه اقوى، سواء في صراع القمه او في صراع الهبوط يعني، وده بيقوي المسابقه اكيد. صحيح. طيب بسأل حضرتك على فكرة ضغط مباريات الدوري، المباريات اللي تم تأجيلها للأندية المصرية بسبب مشاركاتها الإفريقية المختلفة، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو حتى كمان في الكونفدرالية، هل ده ممكن يؤثر على نهاية بطولة الدوري فلا تنتهي في أغسطس تنتهي فيما بعد، ولا الأمور ما زالت لسه في النصاب الطبيعي بتاعها؟ لا الحمد لله ما زالت لسه في النصاب الطبيعي بتاعها، بس دايما هنقعد نفكر الناس يا كابتن ابراهيم ان احنا قاعدين من اول الموسم لحد تفتكر ان ده فعلا موسم استثنائي، كان في اكتر من 200 يوم توقفات، ابتدينا الدوري متاخر وقت ما الرابطه اتخذت، وكان عند حاجة بطولات كتير يعني، من الاتحاد السابق كان سايب كاس بطولتين كاس بيتلعبوا، كاس الموسم اللي فات وكاس الموسم الحالي، والدوري ما كانش ابتدى. فهو موسم صعب، لكن احنا بالتنسيق الحالي اللي موجود ما بين الاتحاد والرابطه ان شاء الله هننهي في نفس التوقيت. وراحك تتذكر احنا كنا قايلين ان احنا عاملين بلان على موسمين عشان نقدر ان احنا يعني نقفل بعد كده في المواعيد الطبيعيه وفي الويندوز الطبيعيه. وكان بالنسبه لنا تارجت مهم جدا، عارفين ان الموضوع كان هيبقى ضغط على الانديه في المواعيد، ولكن لحضرتك برضه فكر معايا ده كان بناء على رغبه الانديه واحنا صحيح. بنبتدي الموسم، فاحنا مراعيين جدا طبعا ان كل الانديه مضغوطه، خاصه الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، ولكن معلش ده وضع يعني لازم نعدي بيه كلنا ونحافظ على المسابقه الاساسيه والاكبر بتاعتنا ونوصل بيها ان شاء الله الموسم ده لبر الامان يعني. هل لو كانت الأندية وافقت على المقترحات العديدة اللي قدمتها الرابطة، ومن ضمنها مثلا مقترحات لتقليص عدد مباريات الدوري بشكل تاني لموسم استثنائي، هل كانت الأمور ممكن تخلص قبل الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في شهر 8، وبالتالي ما كانش بقى عندنا الضغط ده كله على كل الأندية المشاركة في بطولة الدوري، ولا لأ؟ طبعا كان ممكن نخلص قبلها بشهر شهر وشويه، وكان هيبقى الضغط اقل من الموجود طبعا طبعا كانت هتفرق كتير. طيب مع الانديه كتير. ده يخليني اسال حضرتك بقى، ما هو مصير بطوله كاس مصر الماضيه وليست الحاليه، بطوله كاس مصر الماضيه؟ طبعا بطوله كاس مصر هي بطوله الاتحاد ومش بطوله الرابطه، ولكن بالتنسيق اللي ما بيننا لا هيتحدد لها مواعيدها وفي تنسيق جاري ليها، البطولتين هيتلعبوا يعني. ده ما يأثرش على البطولة الجديدة وما يأثرش على المتبقي من كأس الرابطة، يعني أقصد المواعيد ده، يعني كان الله في العون، يعني كل المواعيد دي مش هيحصل ما بينها وبين بعض تضارب؟ ده اللي احنا شغالين عليه بالتنسيق ما بين المسابقات هنا وهنا، وده اللي شغالين احنا ان شاء الله السيمي فاينل والفاينل لكأس الرابطة هيكونوا في شهر 6 معدهم، والجاري دلوقتي بقى المقترحات للبطولات الكاس والدوري تسكنهم. طبعا زي ما بقول حاجه مضغوطه، بس في الاخر عندك مسؤوليه ان انت لازم تنهي الموسم ببطولاته كلها عشان تقدر تبدا موسم جديد فيه الثلاث بطولات اللي عندنا، صحيح الدوري وكاس مصر وكاس الرابطه. صحيح. طيب يمكن احنا لمسنا حجم التطور او التطوير اللي حصل منذ وجود رابطه الانديه، ولكن مازال بعض الجماهير وبعض الانديه لديها مشاكل فيما يتعلق بالامور التحكيميه والتحكيم، فما هو الراي بالنسبه للرابطه وبالنسبه لحضرتك؟ شايف الموضوع ازاي من وجهه نظرك يعني؟ خلينا نقول ان في ثوابت، ان زي ما بنقول دايما كل عنصر من عناصر الكره عنده اخطاء، دايما بتبقى جزء من
من لعب كرة القدم هي الأخطاء دي. ولكن إحنا حريصين دايما مع لجنة الحكام إن إحنا نفرق ما بين الأخطاء الغير مقصودة أو الأخطاء المتكررة واللي فيها يعني مخالفة للقانون، وهي دي اللي إحنا بنتضامن دايما مع الأندية في شكواها، وبنتقدم للجنة وللاتحاد، وفي الإطار إن إحنا نطور معاهم إيه اللي يقدر يفيد من مصلحة المسابقة يعني. لأن إحنا في الأول وفي الآخر كرابطة إحنا بنمثل الأندية، وأكيد إن يكون التحكيم على أحسن وجه كعنصر من عناصر المسابقة وعنصر أساسي، ده الهدف الأول. أعتقد إن الفترة اللي فاتت حصل كان عندهم معسكر لتطوير الفار، والحقيقة كانوا جايبين واحد من الخبراء المعتمدين في الفيفا، يمكن أكبر واحد في الفار، والفترة الجاية أكيد على حسب الخطة اللي هم عارضينها معانا يعني هيكون في تطوير تاني. ولكن إحنا هنفضل ننادي إن إحنا لازم يتم تطوير الحكام عندنا. الحكم المصري هو أكيد كلنا في ظهره، وعاوزين إن إحنا منظومة التحكيم عندنا يعني بالعكس إحنا عاوزينها قوية، وعاوزين حكامنا يمثلوا مصر في البطولات القارية وفي البطولات العالمية، ولازم نطور فيها. مش معنى بإن إحنا يبقى عندنا سلبيات أو أخطاء فإن إحنا يعني نضغط عليهم، لا صحيح. بالعكس لازم نفضل داعمين ليهم وللحكم المصري ان احنا نوصل بيه لمستوى اعلى، زي ما احنا بنقول عاوزين ننهض بكل حاجه في الكوره، ومن ضمنها ومن اساسياتها الحكام المصريين طبعا. طيب اسال حضرتك بقى في جزئيه ليها علاقه بالمدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني كابتن ايهاب جلال. يمكن انتوا في الفتره اللي فاتت فندم لما كان كارلوس كيروش موجود ضربتوا اروع مثل في مساله التنسيق والتعاون بعد كانت المشكله الاولانيه اللي حصلت ولم يكن للرابطه دخل فيها، وحضرتك وضحتها معانا اكتر من مره، وان كان الموضوع له علاقه وقتها بالاتحاد المصري لكره القدم. ومن بعدها هناك كان تنسيق على افضل مستوى بحيث انه تبقى مصلحة المنتخب هي الأولى وهي الأولوية على أي شيء. كيفية التعامل مع المدير الفني الجديد؟ إحنا عندنا تصفيات إن شاء الله بإذن الله في شهر 6، هيبقى التعاون عامل إزاي؟ إيه اللي ممكن يحصل ما بين الرابطة وبين الكابتن إيهاب جلال بحيث إنه برضو منتخب مصر يظل أولوية ولا نشتكي من أي مشاكل ليها علاقة بتوقفات أو حتى كمان برغبة الراجل في عمل توقفات في أوقات بعينها؟ إحنا طبعاً منتخب مصر هو الأولوية الأولى، وهو في الآخر اللي بيمثل مصر. هنفضل ماشيين على نفس النهج بصرف النظر الجهاز الفني مين؟ سواء جهاز فني اجنبي، جهاز فني وطني، ما دام احنا ده جهاز فني منتخب مصر لازم هنفضل على نفس التنسيق ونفس الدعم باللي نقدر نعمله كله. وان شاء الله احنا في انتظار بس الاجتماع اللي هيتم ما بين الاتحاد والكابتن ايهاب، وبعديها هيكون في اجتماع ما بيننا كرابطه واتحاد والجهاز الفني، ونشوف ايه البلان بتاعهم وهنقدر نوفر لهم ايه، وهنعمل اقصى حاجه عندنا لصالح المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الجزئيه بتاعت لو الكابتن ايهاب جلال طلب مثلا انه يكون في معسكر للعيبه المحليين قبل او في الفتره اللي هي بتاعت الماتشين بتوع التصفيات، هل من الممكن ان احنا نعمل له ده ولا لا؟ برضو دي من ضمن الامور اللي الناس بتسال عليها. هنعرف بس نقدر نشوف البلان اللي هيقدمها الكابتن ايهاب وهيتفق مع الاتحاد عليها، وهنشوف بما يتناسب مع الانديه. لكن ما دام حضرتك محدد الاولويه وهي منتخب مصر، وان احنا ندي فرصه يعني نتفادى فيها الاخطاء يمكن اللي حصلت قبل كده، سواء في مباراه وديه ما اتلعبتش المنتخب مصر فاثرت على تصنيفه، او فترات اعداد تكون كويسه، فلازم ده طبعا كله يتم تلافيه الفتره دي لمصلحه المنتخب. هو ده اللي احنا هنبقى شغالين عليه التارجت الاساسي، وهنعمل اقصى مجهود فيه ان احنا نحققه للمنتخب وللجهاز الفني ان شاء الله باذن الله. طيب عندي سؤال فيما يتعلق بفكره تقليص عدد فرق الدوري ل 16، هل هذا الامر ناقشتموه؟ طرح بالنسبه لكم كرابطه ولا الموضوع ده اصلا ما حصلش؟ هل كان المدير الفني السابق كارلوس كيروش كان اتكلم فيه اصلا مع حضرتك ولا لا؟ يعني ما حصلش خالص. ما حصلش لم خالص. يطرح. لا لا. ولم يطرح ولم يطرح، وانتم شايفين من وجهه نظركم انه ال 18 هو الافضل، مظبوط كده؟ طبعا وما اتكلمناش فيه خالص. احنا اللي مطروح حاليا ان احنا بنعد لائحه النظام الاساسي للرابطه، يمكن رايحين فيها لابعاد اكتر من كده، يعني في حاجات كتير الانديه المصريه في احتياج ليها، ومسابقه الدوري في احتياج ليها اكتر من ان انا ابص النهارده العدد الانديه ايه. يعني حاجات كتير وبوينتس احنا شغالين عليها وهنطرحها على الانديه، لكن موضوع تخفيض عدد الانديه ده لم يطرح لا مع كارلوس كيروش ولا
في مجلس اداره الرابطه. ايه الرساله اللي حضرتك ممكن تقولها لكارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني؟ الرساله شكر، لان هو راجل في الاول وفي الاخر اجتهد في عمله. وصلنا لنهاية افريقيا، وصلنا ان احنا ضربات الجزاء في التاهل لكاس العالم. فبالنتائج زي ما الكوره موجوده في كل حته في العالم، هي ارقام ونتائج. ما حققناش البطوله، ولكن لما بتوصل لضربات الجزاء ما تقدرش يعني تشيل الجهاز الفني او اللعيبه، لان خلاص انت بتبقى فيها توفيق او عدم توفيق. غير لما حضرتك بتكون اتغلبت وطلعت كمباراه يعني داخل ال 90 دقيقه. صحيح. فبالتالي هو الراجل الحقيقه كان راجل مجتهد جدا، راجل بروفيشنال جدا في عمله، ولكن ما حصلناش التوفيق، وده برضه وارد في الكوره. وما حصلش الضربات الترجيح سواء في بطوله الامم او في كاس العالم، لكن لازم نوجه له شكر. لازم عندنا ثقافه ان الكوره في الاخر بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق، مظبوط مظبوط ولكن مظبوط. اللي يتعامل معانا ويحترمنا ما دام راعى معايير الاحترافيه في العمل وادى منتخب مصر لازم نشكره. ده حقيقي. وحتى كمان الراجل رحيله عن منتخب مصر ان هو يتنازل عن الشرط الجزائي اللي بالرقم الفلكي ده، ده ان كان يدل على شيء فبيدل على ما كان يدور في الكواليس من حب واحترامه للناس في مصر يعني. 100%، واحترامه للجمهور المصري، واحترامه للجهاز الفني واللاعيبه والاداره. فالحقيقه وهو ده اللي المفروض يكون سائد دايما، لان ما فيش في الكوره اساسيات يعني. صحيح. طول ما حضرتك ماشي في الكوره الاجهزه الفنيه هتتغير والادارات هتتغير. أهم حاجة يبقى إن الواحد وهو في المهمة يكون بيأدي اللي عليه، صحيح. وهو بيسيبه سواء من الإدارة أو من الجهاز الفني يكون الاحترام المتبادل هو اللي، إن شاء خاصة الله. لما نيجي نتكلم على منتخب مصر يعني. سيادة النائب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل توفيق، وكل سنة وحضرتك طيب، ورمضان كريم عليك يا رب دايما. رمضان كريم علينا كلنا، وبشكر حضرتك، ودايما بتشرف إن أكون معاك. الشرف ليا يا فندم دايما، الشرف ليا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سيادة النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري المصري.